صاحب محطة 070 صادق عيال اللي هي تابعة لشركة الشرارة الذهبية. طبعا عملية التزويد تجي عن طريق شركة الشرارة، وهني الكميات ما نقدوش نتحكموا فيها لا احنا ولا شركة الشرارة، على حسب الإمكانيات الموجودة. يعني يزودوك طلبيتين ثلاثة طلبية على حسب الموجود الإمكانيات الشركة، وهذه ما نقدرش نتحكم فيها احنا. طبعا في زي ما قلت لك، طبعا احنا نشتغلوا تحت مظلة قانونية، طبعا احنا نشتغلوا تحت الشرارة، والشرارة تحت البريكة، والبريكة تحت المؤسسة، المؤسسة تحت الدولة، وهذا الأمور الموجودة. يعني نشتغلوا بالإمكانيات الموجودة. الإمكانيات زي ما قلت لك، يعني هي هذه الكميات تتحكم فيها جهات معينة، لا نتحكم فيها أنا ولا الشرارة ولا. في المدة الماضية كانوا يعطونا في 10,000 نافتة، طبعا توا في الفترة هذه الأمور كانت ماشية للأحسن والأفضل، يعني يعطونا يوم 60 ويوم 30 بالنسبة للنافتة، وبالنسبة للبنزينة يعني يوميا من 80 للمية 120 على حسب الإمكانيات الموجودة. ونشتغلوا طبعا احنا من الصبح من الساعة 7 حتى لعند الساعة 12 في الليل، في حال في الكميات موجودة. ما فيش الله غالب، ما نقدرش نتحكم فيها لنا ولا شركة الشرارة. بالنسبة للتواصل نشكر، نقول لك بالنسبة لشركة الشرارة جميع، يعني من مجلس الإدارة حتى لمدير العام لمكتب المبيعات لجميع الجماعة، يعني مش مقصرين في أي مساعدة وفي أي واجب بالنسبة للواحد. وهذه بالنسبة للمحطات اللي نقول لك، يعني في النهاية مش مساعدة للصادق عياد ولا مساعدة لأي من يكون، هذه مساعدة للمواطن الليبي. إن المحطة في ناس تنظرها في نظرة إن هي يعني مكسب فلوس ولا لا، هي مش فلوس، هي عمل إنساني وعمل وطني قبل أي شيء. يعني لما تشوف إحنا نجي تو في المحطة دي، يعني نقول لك الصيانة ممكن نسبة 70% على حسابنا الخاص، والجعل مديرين لنا قرش في اللتر، والقرش هذا لا يغطي أي شيء لو بنشبح لمكسب الفلوس، ولكن العمل الإنساني والوطني قبل أي حاجة. طبعا بالنسبه للاضافه نقول لك، يا احنا لما نتناقش مع شركه الشراره في قطع الغيار والمضخات والكلام هذا، يقول لك احنا ما عادش عندنا كيف نفتح اعتماد، وما عادش عندنا كذا، وهذه مشكله راهي تواجه فينا احنا كاصحاب محطه. يعني نقعد انا زي ما قلت لك الصيانه، نقعد نجيب قطع غيار على حسابي مشكله، مولد مجرى على حسابي مشكله، هنا راهو الجعل هذا القرش مش عارفين حتى وين نحطوه احنا كصاحب محطه. يجب ان لازم تكون في دراسه وفي مساعده قبل صاحب المحطه. زي ما قلت لك هذه محطه اسمها محطه خدميه للمواطن الليبي، فلازم تكون في نظره اعتباريه من لجنه الازمه، من شركه الشراره، من شركه البريقه، يعني يوفروا لنا قطع الغيار ويوفروا لنا الامور هذه.